أكد عدد من المطورين العقاريين أن الشراكة الناجحة بين وزارة الإسكان ومؤسسات التطوير العقاري في برنامج مزايا استطاعت أن توفر للمواطن مرونة كبيرة في اختيار سكنه الملائم والذي يلبي احتياجاته من حيث الموقع الجغرافي والمساحة ونوع الوحدة السكنية، وذلك في إطار أهداف ورؤى وزارة الإسكان وعبر تقديم الحلول السكنية للمواطنين التي تكفل سرعة الحصول على الخدمة الإسكانية. وأكد مطورون عقاريون أن برنامج مزايا هو المحرك الرئيسي للقطاع العقاري، حيث استطاع أن يحرك سوق العقار كحلقة مترابطة مع بعضها البعض، ويسهم في توسيع دائرة عمل المستثمرين والمقاولين ووسطاء العقارات، بالإضافة إلى المهندسين وشركات المقاولات والكهرباء والإنشاء.